اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده مقبلات وسلطات في الفنادق الكبيره والمطاعم الكبيره وفي عالم المطبخ. عاملين له قسم خاص اسمه جارد مانجي. تلاقوا الشيف واقف، التلاجه جنبه، الكاونتر عليه كل انواع الخضار اللي ربنا خلقها في الارض، اللحوم، أسماك، مش معناته سلطة ومقبلات يعني السفرة ما تخلاش أو المقبلات ما يكونش فيها بروتين حيواني أو نباتي أو خلافه. لا بالعكس، في أنواع من السلطات تتاكل في الوقت نفسه بمجرد ما نعملها، اللي هي الخضروات الورقية زي الخس والجرجير. في أنواع من السلطات تقعد في التلاجة ساعة ساعتين علشان تاخد مرحلة تبريدية زي البقوليات عشان نعرف ناكلها، تبقى الأنسجة بتاعتها شربت الفليفر والطعم بتاع التوابل. في أنواع من المقبلات تتحط في التلاجة فترة طويلة وكل ما تقعد فترة كل ما تحلو، يعني عد عليها يوم اتنين تلاتة زي البتنجان زي الحمص وهكذا. معانا النهاردة من عالم السلطات والمقبلات، بما أن الصيف داخل علينا وهيبقى لنا يوم مع الأيس كريم والعصاير والحاجات اللطيفة الحلوة عشان نستقبله بقلب جامد، هنعمل النهاردة الأرنبيط. الأرنبيط بالطحينة، وإزاي نطبخ الطحينة مع الأرنبيط المشوي في الفرن، مش هيتحمر في الزيت، مش عايزين حاجات فيها زيوت كتير. معانا الحمص النهاردة مصدر غني جدا للبروتين النباتي، البقوليات زي الفول زي الحمص زي اللوبيا، ولكن المشاكل مع الحمص الغازات والانتفاخ مع القولون والناس اللي بتعاني من مشاكل القولون. معاكم شيف شاطر إزاي نتعامل مع الحمص بلطافة ناخد منه اللي احنا عايزينه. معانا الجمبري، حلو قوي، اخترنا اغلى حاجه في الفوسفور الجمبري مع الجرجير، الاثنين مع بعض بيتفقوا في طبق واحد مع فليفر من التوابل اللي هو الزعتر المستردة، ونشوف ازاي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الاثنين يبقى لطيف وجميل. معانا النهارده كمان مايونيز، هنعمله سلطه لطيفه حلوه جدا مع برضو الجرجير والجمبري، ممكن نتعامل مع المايونيز وده منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. الخس هنا كمان لنا موقف معاه، الخس الكابوتشا الحلو اللي هو غني بالسكريات شويه بتلاقوا طعمه حلو، هنعمله مع الزبادي سلطه حلوه، والزبادي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني، منتجات الالبان. يعني عايز اوصل لحضراتكم ان السفره فيها بروتين، مش لازم يكون فيها هوبر، مش لازم يكون فيها فرخه متكتفه ولا ديك رومي. معانا البيض المسلوق النهارده هنعمله سلطه حلوه مع فليفر من الزيتون والمستردة والزعتر، والبيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. مش معناته كمان ان احنا نعمل طبق السلطه معناته ان ما يبقاش فيه بروتين حيواني او فيه قيمه غذائيه، بالعكس ده عالم تاني خالص نقدر ان احنا نعتمد عليه وناكله في وجبه رئيسيه في اليوم وتغني عن الحاجات اللي احنا عارفينها، المحمر والمشمر اللي احنا قعدنا فتره طويله معاه. اجازه سعيده، كل سنه وانتم طيبين وراجعين بقلب جامد وراجعين طبعا بباور تاني خالص، ونقدم لحضراتكم بمناسبه دخول الصيف علينا بصدر وكده والجو حر، احنا واقفين مع بعض ان احنا نعمل أنواع من المقبلات والسلطات، وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لعالم السلطات والمقبلات على شاشة القناة الأولى، أو هتروحوا بعيد. أول ما نقول جمبري نقول لك الشيف دخل في الجد، يعني اللي فات ده كله مش جد؟ لا، معانا سلطة الجمبري بالجرجير أو الجرجير بالجمبري، مقاديرها على الشاشة. جرجير وجمبري وزيتون ومستردة وعصير ليمون وزيت زيتون. تعالوا نعملها مع بعض كده بطريقة بسيطة وسهلة، وطريقة التقديم مهمة جدا. الجرجير معانا، المقادير على الشاشة، حلو قوي، تمام. مقادير كالآتي: جرجير وجمبري، والجرجير معانا وجمبري مسلوق وزيت زيتون وعصير ليمون ومستردة وتوم وملح. ولكن مع سلق الجمبري خلينا نتكلم حاجة حلوة، ايه هي؟ دايما لما بتجيب الجمبري اللحم او السي فود هتعمليه مقبلات او سلطات زي الكاليماري زي السبيط، السبيط يتعمل يا شيف زيه زي الكاليماري، لازم طبعا بتحط مية مغلية على النار، والمية دي بتحط فيها ليمون او سلايز من الليمون وكمان شوية ملح صغيرين، وبتبداي تسلق الجمبري او السي فود بتاعك عشان وجود الليمون مع الملح بيشيل الزفاره. الجرجير بيتقطع بالشكل ده كده ناعم، انا بحبه مفروم ناعم بالسكينه، ولكن خلونا بمناسبه التقطيع برضو ان احنا بنعمل حلقه مقبلات ونعتمد على سكينه وبلانشه حلوه. بتفرمي بقدونس، بتفرمي جرجير، بتفرمي خس،
مهم جدا ما تخليش السكينه تعدي على الفرمه مره واتنين، لانك هتفقدي جزء كبير من السائل او الميه اللي موجوده في الخضروات بتاعتك. والشيف المغذي دايما المصطلحات الطهويه بتاعته بتقول ايه؟ من الحاجات اللي تكتبيها على باب التلاجه، ما ينفعش ان انا اغسل الخضار بعد التقطيع. غسيل الخضار قبل التقطيع مش بعد التقطيع، والسكينه تنزل مره واحده كده مكان ما هي نازله، سواء بتفرمي بقدونس لتبوله او بقدونس لفتوش او جرجير بتقطع بالشكل ده كده. وهتبل دي بقى السلطه اللي هي ممكن تتاكل في الوقت على طول. اول ما نتبل الجرجير ده كده هتلاقوه هبط معانا وكش معانا وبقوا شويه صغيرين. شويه الجرجير دولت والله لو انا حطيتهم قدامي هاكل 3 4 عروق بالعافيه، واقول لك طعمه ايه، فيه حموضه شويه او لازع شويه، والكلام ده احنا عارفينه. نشيل ده من هنا. انا لو قعدت اعمل مقبلات وسلطات للامانه لمده سنه كامله مش هخلص، من اول اللحوم للاسماك للدواجن للطيور. يعني الحمام ده يتعمل مقبلات، الحمام نفسه بناخد صدر الحمام بعد ما يتسلق ونسيبه في التبريد شويه ويتقطع كرايات صغيره ويخش بقى على فليفر من التوابل الحلوه. بس طبعا الحمام يستاهل الحاجه الغاليه بقى، نقدم معاه سباركوس، نقدم معاه بالميتو، حاجات بقى ايه لطيفه وحلوه. انا بس جت المناسبه عشان اتكلم عن الموضوع. ادي الجرجير جاهز معايا زي الفل، والجمبري موجود معانا اهوت. ماشي، خلونا اظبط السفره بتاعتي زي الفل. تمام اهو. اول حاجه هنعمل الدريسنج بتاع الايه؟ الجرجير، واحنا شغالين مع بعض، ده مهم جدا. ايه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ عباره عن زيت زيتون ومستردة. حلو؟ زيت زيتون ومستردة ومايونيز. شويه صغيرين معلقه كده. وجود المايونيز مع التتبيله بتاعه السلطه والمستردة بتدي قوام للصلصه. فص توم ني، زيت زيتون، ويفضل زيت زيتون، عصرة ليمون حلوة بإيدي وحياة عينيا اهو بالشكل ده كده. حلو، الله، اهو تمام. بنقلب دول كلهم مع بعض. هاخد بس كده حاجة صغيرة معلش، مضرب كده. شفت القوام ده كده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الجمبري بتاعنا الحلو ده كده وننزله في القوام ده. بس خلاص، ونقلبهم مع بعض. اعملي السلطه دي بالطريقه دي وشوفيها هتيجي معاك ازاي. ده مايونيز مع مستردة زي جمبري كوكتيل يعني، وعصره ليمون، وقلبتهم مع بعض مع توم وبالشكل ده كده. نجيب طبق التقديم واحنا شغالين مع بعض. هنغرفه في طبق حلو. زي الفل يا عم الشيف. الطبق ده كده ناخد الجرجير ده كده، اللهم صل على النبي، نسقطه في قلب الطبق كده ونعمله شكل هرم اهو. حلو. طبعا الصلصه دي داخلها ليمون، والليمون مع السبانخ والجرجير والخضروات الورقيه عدو، بيهبطهم على طول. شفت الجرجير شكله كده لازم يفتح للنفس. طريقه الغرف مهمه جدا. والسلطه دي لما احط عليها الخلطه اللي انا عاملها من الجرجير من الجمبري وشفناها مع بعض ممكن تقعد معانا ساعه زمن، شكلها حلو. طب ده كده، وناخد الجمبري ده كده بمعلقه حلوه كده عشان وقتنا قرب يخلص معايا. طبق سلطه عايز اعمله، سلطه الزبادي بالخاص. شفت انا عملت ايه؟ بالله عليكم لو عندنا ضيوف ويشوفوا الطبق السلطه الحلو ده كده بالتاكيد طبعا هيكون محور الحديث. جرجير وجمبري. ليه ما حطيتش الصلصه كلها على الجرجير يا عم الشيف؟ انا عايز استطعم الجرجير والجمبري في وقت واحد، يبقى ده طعم وده طعم بالشكل ده كده اهو. طبعا الأرنبيط دايما متهم بان هو مشاكل مع الغازات والقولون. انا شرحت وقلت الأرنبيط مفيد جدا، غني بالحديد وغني بالزنك وغني بالكبريت، ومفيد جدا للسيدات الحوامل، وطاقه وقيمه غذائيه عاليه جدا من الالياف الحلوه
اللي بيعالج مشاكل الامساك. شفتي؟ شفت الطماطم دي لطيفه ازاي وحلوه؟ وتقدري تتعاملي معاه بلطافه زي ما انا اشتغلت دلوقتي. وانت لو شفت الطبق ده عينيا يا فندم. ايه يا فندم؟ امرني. ما انا حاطط مايونيز يا غالي، انت كنت فين؟ شفت الجو ده كده؟ طبق السلطه ده مش محتاج، هو ده لوحه فنيه، صورني معايا يا شفيق. حلو، هنخش على اللي بعده، سلطه الخس. على فكره معلومه تانية هقولها، غرف طبق السلطه عنوان للشيف يقول لك ذوقه ايه، بيحب ايه، لانه فنان. الشيف والفنان التشكيلي الاثنين متفقين مع بعض.